البداية من السودان، إذ دوت انفجارات قوية في عدد من المناطق في العاصمة الخرطوم نتيجة استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وشهدت أعمدة الدخان السوداء تتصاعد من عدد من المناطق في الخرطوم وأم درمان نتيجة القصف الجوي والمدفعي بين الطرفين. وقال مراسل الحدث إن الدخان تصاعد بشكل كثيف في محيط السوق الشعبي بأم درمان، كما سمع دوي انفجارات في المدينة يرجح أن يكون ناتجا عن تنفيذ مسيرات الجيش لضربات على مواقع تمركز قوات الدعم السريع. وفي الخرطوم رصدت كاميرا الحدث تصاعدا كثيفا لأعمدة الدخان من حي الأزهري جنوب غرب المدينة الرياضية نتيجة قصف مدفعي للجيش على تمركزات قوات الدعم. هذا ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن شهود قولهم إن الطائرات المسيرة التابعة لقوات الدعم السريع شنت ضربات على مواقع وتمركزات الجيش في محلية كرري شمال مدينة أم درمان. وفي دارفور أدت المعارك المتواصلة بين الجيش والدعم السريع في مدينة زالنجي عاصمة وسط دارفور إلى سقوط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح، مع تضرر المئات من المساكن في مخيمات النازحين، كما تعرضت موارد المياه وخدمات الاتصالات للأضرار، فيما يشتكي النازحون من غياب المساعدات الإنسانية وعدم وصول السلع الأساسية، إضافة إلى صعوبة الحصول على المياه الصالحة للشرب.